الشهيد الكلاب أن يأكل الأطفال طعام الدواب. فماذا ننتظر وقد خرس كل البشر؟ سيسأل عن سكوتهم كل البشر، سيسأل عن سكوتهم كل البشر، فماذا ننتظر؟ ونحن مرابطون هنا إلى أن يرسى الله الأرض وصحيح من الإخوان والمرابطين في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، معك الدكتور الخطيب إلياس، طبيب مقيم مستشفى الجامعي بطنجة. اليوم حضرنا في هذه الوقفة هذه اللي دعت لها مختلف تلاوين النقابية والمهنية بمدينة طنجة في الميدان الصحي، دعما لإخواننا المرابطين في غزة، دعما للأطقم الصحية اللي تعرضوا لكافة ومختلف الويلات في هذه الحرب، هذه الحرب الظالمة الجائرة في حق إخواننا في غزة، في هذه الحرب هذه اللي تكالب عليها البشرية بمختلف دول العالم الغربي الظالم على الإخوان ديالنا في غزة، وللأسف بتواطؤ مع العالم العربي الصامت المتواطئ في هذه الحرب هذه المريرة. جينا اليوم باش أننا نأكدوا لإخواننا في غزة بأولا بواجب النصرة، أننا حاضرين معهم، بأنه نفعل كل ما في وسعنا باش أننا نساندهم، باش أننا ندعمهم حتى لا يحسوا أنهم وحدهم، حتى وإن خذلتهم الأنظمة فإحنا الشعوب الحية لا زالت تدعم الإخوان ديالنا في غزة. هذه الوقفة هذه عندها واحد الخصوصية نظرا لأنها جات في واحد السياق ديال الدعم ديال الأطقم الصحية اللي كتعاني الصعوبات لا يمكن أن نتخيل ما يعانيه الطبيب الزميل ديالنا الطبيب في غزة في هذه الظروف هذه، كيف يعمل في واحد اللحظة كيقدر أنه يستقبل الأسرة دياله كلهم شهداء كلهم جرحى، يقدر يستقبل الدرية دياله الوالدين دياله الإخوة دياله أشلاء، فهذه واحد الظروف اللي يقشعر لها الجسد صراحة. شفنا شهادات عديدة ديال الأطباء والأطقم الصحية، ومنهم بعض الناس اللي كانوا من دول أخرين، منهم مثلا أطباء مغاربة ومن دول المغرب العربي ومن العالم العربي اللي حضروا واللي كيعاودوا بعض المسائل. شفنا ناس نازحين اللي جاوا من غزة ورجعوا للمغرب وكيحكيوا لنا، ومهما حكوا لنا ما يمكنش أننا غادي نحسوا بداك الشيء. فأقل حاجة هو أننا ندعموا الإخوان ديالنا في غزة، هو أنه تبقى القضية حاضرة، ونحن سنكون دائما حاضرين لدعم إخواننا في غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى النصر للمرابطين في غزة، ونسأل الله الصبر والسلوان لكل الجرحى ولكل من فقد أحباءه في هذه المدينة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، كلا أوطيل وباختصار شديد، الوقفة ديالنا كتجي في واحد السياق اللي هو محدد، تستنكر وبشدة العبادات الجماعية الممارسة والعنف شديد المواصل للإخوان ديالنا والأخوات ديالنا في غزة. كنأكدوا بأن اللي كيقيسهم وكيقيسنا مباشرة، ونكبر كذلك الموقف الرجولي والرسالة النبيلة التي نعتبر الأطباء والممرضين والمسعفين والجهد الجهيد الذي يبذلونه في هذا السياق هذا، ونعتبرونه قدوة ديالنا في هذا الفن المحك. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بروفيسور الحفيظ أستاذ في المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة. احنا قمنا بهذه الوقفة التضامنية مع غزة للأطر الصحية، اللي طبعا لأولا بصفتنا كمغاربة كعرب كمسلمين أولا وقبل كل شيء، ومن بعد ذلك بصفتنا أطر صحية، لأن المعركة على غزة أو الحرب على غزة هي حرب يعني ضد القطاع الصحي بالأساس، لأن الصحة هي الضامن الرئيسي للعيش الكريم. وبالتالي
يعني احنا كنشوفوا ان اول ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي الصهيوني هو تدمير المستشفيات، هو قتل الاطر الطبيه وشبه الطبيه او اعتقالهم، هو تهديد كل ما يمت بصله الى صحه الانسان الغزاوي والفلسطيني، يعني منع الادويه، منع كل ما قد يحسن صحه المواطن الغزاوي ويدعم صموده، وكما يعني وصل الى مرحله متقدمه في تهديم او الصحة في غزة إلى مرحلة التجويع. يعني لكل هذا نقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية التي هي نظن أنها يعني أقل ما يمكن من الواجب لإخواننا في غزة، ونشكر كل من قام ومساهم في هذه الوقفة من أطر صحية وشبه صحية وكل النقابات، الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والنقابات الأطباء القطاع الحر وكل من ساهم من قريب أو بعيد وكل وسائل الإعلام التي جاءت لتغطي هذه التظاهرة، وشكرا جزيلا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أقدم نفسي، معكم الطالب شاكر عبابو سنة سادسة ديال الطب. باسمي وباسم طلبة الطب نعلن تضامننا الكامل ولا مشروط مع أهل غزة الصابرين المحتسبين، ونندد بالمجازر الصهيونية التي تستهدف أساسا الأطر الصحية من أطباء وممرضين وجميع العاملين بالمستشفيات، حيث نرى هذا الدمار الهائل، حيث تم قصف جميع المستشفيات باستثناء المستشفى الكويتي، وهذا دليل على حرب الإبادة الجماعية ضد شعب أعزل في ظل التواطؤ وصمت جميع دول العالم للأسف. وطبعا هذه الوقفة تأتي في ظل دعمنا لمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. نحن معكم قلبا وقالبا، وتحية من المغرب لفلسطين، شعب واحد مش شعبين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.